الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان عليا في درجاتي، فاطمة في تسهيلاتي، حسنا في صفاتي، شهيدا في تجلياتي، زين العابدين بعباداتي، باكرا في علوم الأولين والآخرين بمعلومات، صادقا في أقوالي، كاظما في أهوالي، متمكنا على مقام الرضا، جبادا قوه عند لقاء، هاديا إلى سبيل النجاة، عسكريا مع الغزاة، مهديا إلى طريق اليقين، غوث العالمين، معين الملة والدين، أشرف الأولين والآخرين، وعلى أهل بيته وأصحابه وأجداده وأحفاده أجمعين.